أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله مرة واحدة لك كنز من كنوز الجنة. لو قرأت في هذا اليوم قل هو الله أحد مرة واحدة فيتعدل ثلث القرآن. لو قرأت قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله لك بيتا في الجنة، وفي لفظ قصرا في الجنة. في هذا اليوم لو قلت رب اغفر لي ولوالدي فقد أحسنت أعظم إحسان إلى والديك.